والله اخي معاناتنا يعني ابسط شيء ده حق على الانقاض والوساخه وبلديه ماكو خدمات ماكو يعني نعاني من كل شيء لا مساعدات لا اكو ناس تعبانه بيوت مهدومه ما حد داير بال الحكومه كل واحد قاعد على كرسيه وما داير بال يعني كان انهجم البلد او الفقير مات هو المهم يقبض الراتب وما له شغله بحد باوع هاي الزباله ده حق على المنطقه يعني معاناه ايش من اقول لك قليل يعني الوكلاء يعني دي يوزعوا لكم مواد غذائيه والله الوكلاء اذا دي يوزع لنا الزيت الغاز احنا بشهر الواحد والله العظيم ما استلمت لحد الان فما نعرف ابو النفط يبوق بصفحه ابو التجاره يبوق بصفحه ابو الصحه يبوق بصفحه ليش ما ينطون حقوق الناس هسه الطلبة ما يريدوا لهم مدرس المريض ما يريد له مضمد ليش ما ينطون حقوق الناس حتى تشتغل بما الله أمر والله أخويا بلدية ماكو كهرب ماكو ما يجي يومين وينقطع أسبوعين مبهدل المنطقة حتشوف حال هاي الأنقاض والهذي وماكو أحد يشيل والله نطالب بس أحد يجي يشيل الأنقاض يجي يعدل البيوت هسه يعني بيتين ثلاثة مهجومين المزبلة تكرم ما حد عايشيل هذيك هي مسدودة هناك ما حد عايشيل الا شباب المحلة يشعلوها ما جت نابد والله ناشد المسؤولين اللي عندهم رحم يجون يشيلون هذه ويرتبون المنطقة وبعد واي يسوون الكهرب يعني ماكو كهرب اصلا بالمنطقة والله الوجبة ماكو هاي من جينا للساعة لا مساعدات لا وجبة لا الطحين جابوناه ما ينفع كل شيء البلديه هاي دحق المحل جايفه ما حد يجي ياخذ الوسخ شو طالبه؟ طالبه برعايه اجتماعيه هاي صار من الشهر الواحد واقفه الراتب مالنا سلمونا ذاك الشهر هذا الشهر رحنا ماكو اربع بنات عندي ومهن راجعنا رعايه اجتماعيه قدمنا معاملات ماكو يقول الفشل تطلع البطاقه ماكو متوقفه الراتب وطلعوا كشف علينا وشافوا البنات وشافوا وضعنا الرعايه الاجتماعيه المدير مسؤول دار شؤون المراه هاي الورشان معاناتنا لا خدمات ابسط الامور هو حقنا البطاقه التموينيه ونفط ابيض ماكو ولا بلديه لا احد يجينا حالتنا لا كهرباء ما موجود بس كهرباء ماكو عيشتغلون هنا ويشط من هنا والورشان ما بيها كهرباء نطالب بالخدمات نريد حقوقنا وعندي مناشد الوزير التربية يعني احنا شنو فرقنا عن الايسر عن العراق الدور الثالث طالب من وراء مادة واحدة يعيد السنة